بالنسبه لي انا اخويا تذكره ديال طرام 800 درهم كتجيني شويه غاليه بالنسبه للقدره الشرائيه ديال المواطن المغربي، حيت اصلا المواطن المغربي ماشي ما عندوش هذاك البي جي باش انه يوصل لذاك النيفو ديال اوروبا باش انه ياخذ طرام بهذاك الثمن. نورمالمون هما كيديروا المتطلبات ديالهم الخاصه الشركه ديال الطرام، يعني كيوفيو المتطلبات ديالهم انهم باش يرجعوا المصاريف اللي صرفوها على الطرام، ولكن ماشي من جيوب المغاربه، كتجي شويه قاصحه. بالنسبه لي انايا ضروري خصهم ينقصوا من التذكره ديال الطرام. تبان لي انايا داك، ولكن كاين الغالبيه الناس اللي مسكين ما عندهمش. اخويا كيبان لي هادشي غالي بزاف على حساب الناس وصافي. لحقاش الناس ماشي كلهم عندهم كياخذوا بزاف تاع الفلوس، ما كيربحوش بزاف. بالنسبه لي الواحد يكون يوميا صعيبه، يعني باش غتجي داك لاصوم ديال الشهر وش حاجه راه غتجي ثمن غالي بزاف. وحتى الا كان شي واحد بغى يخرج هذاك الحد، يعني يخرج نهار واحد وداي مع العائله، راه صعيب عليه الحال، ما يقدرش. واخا نهار واحد ما غيقدرش عليها. في التذكيره ديال الترامواي في النظر ديالي خاصي تم اعاده النظر فيها. كنتمنوا حبه يكون واحد الاقتراح جديد بالنسبه للثمن، تم واحد دار واحد التعريفه اللي هي في متناول ديال الطلبه. زين ذلك ناخذوا بعين الاعتبار الاباء والامهات ديالنا مسنين، اغلب ديالهم متقاعدين، التقاعد ديالهم ما كيسمحش لهم انهم يبقاي دائما يكوتيزي هذاك المبلغ ديال الترامواي. وتخيل دابا غادي يكون واحد التراجي ديال الي غوتور يدي لي واحد 20. انا كنشوف بان الا كانت التعريفه تكون مناسبه للجيب ديال المواطن المغربي ما تجاوز تقريبا واحد 5 درهم، غتكون في متناول للجميع وكلشي غيستعمل ترام. انا خاص يقسموا على الاقل عن النص وعلى حسابي انا تقريبا الا كانت غتكون 6 درهم مزيانه تكون فيتها البيس بواحد انديغام، يعني تكون مزيانه في المتناول وفي المستوى، يعني حتى المغربي ما غاديش يقدر يتضر وفي نفس الوقت غيستافد، يعني حنا مستافدين وهما مستافدين لكلتا الحالتين ان شاء الله. كون خلوها كما كانت 6 درهم وما بعد راه هذيك مزيان، اما باش تكون 8 درهم قاصحه على قدره ديال المواطن المغربي. بغض النظر على ان كاين ناس لاباس عليهم تيجيو قبل ما يدخل سونترفيل تيحط الطوموبيله ديالو في باركينغ تيخلص عليها 50 درهم ولا 30 درهم ولا 20 درهم، ويجي كيتجاحم مع الناس هو كيخلص 10 درهم. علاش؟ لحقاش في اوروبا، انا غنقول لك في اوروبا الثمن كيدير انورو 20 باش كيركبوا الناس. وفي اوروبا راه داك الخلصه زعما لو سميك لو سالير مينيموم كيدير 1200 اورو ولا 1300 اورو، وهنا راك عارف 3000 درهم دوك الناس اللي كيعيشوا في زعما الطبقه الكادحه هذوك 3000 درهم ما غاديش يقضي. ولكن كنتمناو ان تكون مراعاه للجيب ديال المواطن المغربي بصفه عامه وبصفه خاصه في وسيله النقل كوسوسوا الترام ولا الطوبيسات ولا التاكسيات بصفه عامه.